نفط تنسيقية جديدة مع قطاع سيارة الأجرة الصغيرة، اللي الآن أول اجتماع لهذه التنسيقية هذه على أساس أنه نصل بعض الأمور اللي هي تنظيمية بالنسبة لقطاع سيارة الأجرة، وكذلك الوقفة اللي كانت غادي تدار نهار الخميس أمام الولاية. والحمد لله كما كيعرف الجميع أن السلطات المحلية تفاعلت مع الموضوع وعطتنا سميتو البيبان ديالها مفتوحين الحمد لله. جلسنا معهم، جلسنا مع السيد الباشا والإخوان الولاية وكذلك الكوموندون ديال العمل الوطني، والحمد لله راه الأمور غادية في أحسن، وإن شاء الله راه غادي يكون حل إن شاء الله مستقبلا حول هذا النقل السري وعبر التطبيقات، بالخصوص عبر التطبيقات. وكما كنقولوا بانه الحمد لله راه غادي نزيدوا لقدام بهذه التنسيقيه هذه باش تشتغل على واحد المجموعه الملفات، هذه الملفات اللي هي تنظيميه اللي كتعلق بالسائق المهني والمستغل، اللي كتعرفوا بانه واحد المجموعه ديال المذكرات سواء المذكره 444 ولا 750 اللي في الحقيقه حتى المهنيين لحد الان ما فهموهاش، ولكن غادي نحاولوا ما امكن تدريجيا اننا نوصلوا هذه المذكرتين للمهنيين في الصوره الصحيحه، لانه ما كيلتقطوها من وسائل اللي عليهم بعض الاخوان بالصوره المغلوطه كما كنقولوا، ولكن احنا ان شاء الله غادي نشتغلوا باش نوصلوها على مستوى الحاجيات ديال المهنيين سواء السائقين او المستغلين. الجمعيه اليوم عقدت هذا الاجتماع بناء على مجموعه ديال الدوريات اللي خرجوا لقطاع سياره الاجره، منها المذكره 750 والمذكره 444 والمذكره 366 اللي كلها جايه على اساس باش تنظم القطاع ديال سياره الاجره. راه حنا في اكادير هنايا قلنا لماذا ما نجمعوا المنخرطين ديالنا ونجمعوا الناس اللي معنا في الجمعيه ونشرحوا لهم يعني داكشي اللي جات بهم هذه المذكرات بثلاثه ونشوفوا وجهه النظر ديالهم باش يعني حنا نمثلهم احسن تمثيل، لان الانسان خصو يتشاور مع القاعده هو الاول. وحنا خدينا هذا القرار هذا باش نعقدوا هذا الاجتماع اليوم اللي هو الاربعاء 12 اكتوبر، وغدا جات يعني مناسبه ديال الوقفه احتجاجيه غدا اللي هو الخميس 13 اكتوبر. وبغيت نبلغكم انتم اول واحد غادي يعرف يعني اخر مستجدات في هذا الموضوع ديال الوقفه الاحتجاجيه، ان الوقفه الاحتجاجيه تم يعني الغاؤها بناء على الاجتماع ديال يوم امس، لان تدار واحد الاجتماع هذه اسبوع والاجتماع الثاني تدار مساء امس بتعليمات من السيد والي الجهه ووالي امن اكادير وتحت اشراف السيد الباشا، وكان الاجتماع مهم جدا اللي اعطوا الاوامر ديالهم من اجل يعني توقيف النقل السري يعني في مدينة أكادير. وإن شاء الله قريبا غادي يكون اجتماع مع السيد وكيل الملك ووكيل العام في هذا الشأن هذا باش يعني القانون ياخذ المجراء ديالو. القطاع مهدد، يعني إذا كان مهدد في إطار هذه المذكرة 750 ويكون مهدد في إطار ديال النقل السري ويكون مهدد في إطار الغلاء المعيشة والغازوال وكذا، هنا تستجوب المسؤولية ديال الجمعية أنها خصها تجتمع مع القواعد كل جمعية على قدر المستطاع. ولذا حنا تنخبركم أن الوقفة ديال النقل السري تم إلغاؤها، والان غادي ندخلوا مباشره في الملفات ديال المهنيين السائقين المهنيين، يعني اللي غادي يمشيوا ضحيه بسبب هذه المذكره هذه، لان السائق المهني اللي كاري تاكسي غادي يمشي ضحيه والسائق اللي خدام معاه حتى هو غادي يمشي ضحيه. ولهذا تتوجب علينا احنا كجمعيه اننا ندافعوا على هاد جوج ديال الفئات، فئه السائق المهني الحاصل على رخصة الثقة واللي عنده غير كتفه، والسائق المستغل اللي عنده كتفه عنده السيارة دياله.